أنا عايز أنتهز الفرصة دي وأديك فرصة تتمرن إنك بتعمل حديث مع وزير الإنتاج الحربي عن شرف كبير. المعارضات، وهو تمرين ليك. وأنت بتقول في سنة كام؟ سنة تالتة. أنا هديك الفرصة دي، اتفضل. أنا شرف كبير جدا ليا. نحب نعرف إيه رأي حضرتك في معرض إيدكس السنة دي في الخطوط التنمية؟ معرض إيدكس 2021 بيختلف عن إيدكس 18 في الحجم وفي نوعية المنتجات ومدى حدثتها والتكنولوجيات الحديثة اللي اتطبقت في المنتجات المعروضة. بيختلف أيضا إن كل المنتجات المعروضة دي منتجات دخلت الخدمة في القوات المسلحة، مش هي لسه منتج بحثي أو لط صفري، لا، دي منتجات دخلت الخدمة حقيقي في القوات المسلحة. طب بمنحب عليك وزير الانتاج الحربي، وزارة الانتاج الحربي وليها جناح كبير يعتبر من اكبر الجناحات اللي موجوده في ايدكس السنه دي 2021، ايه الجديد اللي بتقدمه وزارة الانتاج الحربي للجمهور ولوزارة الدفاع؟ بص، هو كل الاجنحه المصريه لازم هتلاقيها مقدمه جديد. احنا بالنسبه لنا في جناح الانتاج الحربي بنقدم المركبه المدرعه على جنزير سينا 200، بنقدم المركبه على عجل مدرعه اس تي 500، بنقدم انواع من الذخيره اول مره تنتج في مصر. نوع من الذخيره تم تطويره واصبح بينتج بمواصفات اعلى من المواصفات الاجنبيه اللي احنا كنا بنجيبها، ونوع اخر لم نكن ننتجه من قبل، بننتجه اول مره. في ايضا نوع من السلاح الرشاش المتعدد 7.62 في 51، ده خط انتاج جديد اول مره يتم انتاج هذا النوع من الرشاشات، وبدأنا الإنتاج وبدخل دخوله خدمة القوات المسلحة. طب رأي معاليك يا فندم وزير الإنتاج الحربي، إيه نظرة الوزارة الجمهورية الجديدة في ظل التطور العالمي وتطور الجمهورية تحت رعاية الفندم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ الجمهورية الجديدة، إحنا المعرض ده أنا بعتبره ماشي في نفس النهج، بيبين قد إيه الجمهورية الجديدة دي مهتمية بجميع المناحي. المنتجات العسكرية قد إيه إحنا بنطور فيها عشان نمتلك قدرة ما يحصلش علينا حظر لبعض المنتجات زي ما كان بيحصل فترات السابقة. ده توجه رئاسي إن إحنا نمتلك القدرة. الرسالة الأساسية من المعرض إن مصر بدأت تمتلك قدرة التصنيع العسكري. دي من أهم أهداف الاستراتيجية للجمهورية الجديدة. احنا بنشكر معاليك جدا النهارده وشرفت جدا باللقاء معاليك وفي هذا اللقاء المثمر الحقيقه. انا اللي بشكرك واتوقع مستقبل واعد ليك في هذا المجال، وانت قدرت الحديث باسلوب جيد يعني بشكرك عليه، وربنا يوفقك ان شاء الله، واشوفك في ايدكس 2023. مش طالب بقى ان شاء الله تكون دخلنا باذن الله ممثل لقناه من القنوات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.